شو أكتر شيء بتحبي بحالك كونك معلمة؟ غير أن أنا عم بقدر أوصل المعلومات اللي لازم أني يكتسبوها من وراء شغلك كالتعليم، قدرت أكسب ثقة لهؤلاء الأولاد وخليهم يلاقون شخص بيقدر يعتمدوا عليه، قدر ساعدهم لحتى يتخطوا صعوبات اللي بيواجهوها بحياتهم أو بالمدرسة أو بالبيت. طب شو أكتر شيء بتحبي كونك معلمة طبقتي نظرية CQI؟ خلت الأولاد يقدروا يلاقوا حلول حتى أو يقدروا يفكروا من خلال CQI، لقوا حلول لبعض الصعوبات اللي مرقوا فيهم، وبنفس الوقت أنا قدرت سيطر على الصف بطريقة أحسن، إني خليت التلاميذ يطبقوا قوانين الصف بطريقة أحسن. شو هي أكبر الصعوبات اللي بتواجهك كمعلمة؟ بالصف الواحد في أكثر من مستوى طلاب، فهذا الشيء يعني بطل خليني أقدر أشرح بنفس الطريقة. بالCQI قدرت لقي كذا طريقة شرح، ولقيت الأكثر لقيت أكثر شيء مناسب للطلاب، لقيت عم تجاوب فيها أكثر شيء هي اللي اعتمدت. أي نوع من الدعم بتحبي تشتغلي فيه كمعلمة؟ دعم بتمنى أن يعطيهم الدعم باللغة الأجنبية لأنه هن عندهم ضعف فيها، وبنفس الوقت كنت عم استعمل التعلم العاطفي الاجتماعي اللي هو SEL اللي بخليهم يكتسبوا مهارات مش بس بالصف إنما بحياتهم كمان. أي نوع من الدعم بتحب تشتغلي فيه كمعلمة استعملت نظرية CQI؟ لما استعملت CQI طبقت على إنه يكتسبوا مهارات القراءة والكتابة باللغة الأجنبية. ريم، شو بتحب العالم يعرف عن حياتك أو شغلك؟ أنا قبل ما أعلم كنت أحس إنه أنا شخص ما بيقدر يتعامل مع الطلاب مع الأولاد أو شخص ما عنده صبر، فلما جربت تجربة التعليم لقيت حالي إنه أنا بحب كتير الأولاد وعندي صبر وأقدر أساعدهم وأعطيهم دعم اللي هن بحاجة له. طب شو بتحب العالم يعرف عنك أو عن حياتك كمعلمة طبقتي نظرية CQI؟ بحب إنه كل العالم يعرف قد CQI ساعدني لحتى أخلي الطلاب يكتسبوا مهارات مش بس بالقراءة والكتابة إنما بالسلوكيات لهم كمان. ريم، شو التغييرات اللي بتحب تشوفيها على صعيد البرامج والسياسات؟ بتمنى إنه CQI يصير بضمن المناهج بالمدارس الرسمية والمدارس الخاصة، لأنه هو شيء مش زيادة عاطئنا بينما هو فكرة طريقة تفكير بتساعدنا بحياتنا اليومية والعملية. شو هي العناوين والمهارات اللي بتحبي تتعلميها لتزيدي من خبرتك وتطوري نفسك؟ بتمنى أتعلم شيء بالCQI بيقدر يخليني أتعامل مع الطلاب اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة.